للمعهد المتفوق من تكنولوجيا البيحية أحي المسيرة. De recevoir parmi nous aujourd'hui des talents qui sont venus des trois établissements de formation professionnelle pour exprimer leur collaboration ainsi leur soutien pour la première édition des Olympiades internationales. ولد في حمام الأوضة حسب توقيت الرباط غزل وما جوارهما. يقال أنه لم يولد بل فحص على يد فرولية غليظة قبيحة المظهر. باع مادة الإسفنج حتى طار حيث شفر ملكة قريش التي أهداها للسطا في الهابي فالنتاينز وقالت له لوجيز كي كونت. اولا كنبغي نشكر الناس المنظمين على اللي سهروا على هذا الحفل اللي بالنسبه لي انا كنشوف بانه حفل فاق المتوقع
بو لا سامبل غيزون ديال انه حققنا جميع اللي قدرنا نقولوا المعايير اللي كنا حاطينها. تحيه احترام وتقدير بالغين لكل الحضور الكريم، وأدو ان اشكر جميع من ساهم في هذه التظاهره، بدءا بمن فكر فيها، مرورا بالحضور، مرورا باللجنه المنظمه لوكوخ اورغانيزاتور، وانتهاء بالحضور الكريم. وشكرا. ايفينمون بعدا تبارك الله عليهم، زعما سيت ان ايفينمون اللي بعدا بروميير بالنسبه للناس ديال ليستيا. الشو اللي كان دازو دي باراغراف زعما زوينين. المهم شفنا بعدا شباب ديناميك شويه، زعما صافي بليزير. كان متميزا وهادفا من خلال البرامج التي قدمها متدربو ومتدربات المعاهد الثلاثه، المسيره، حي المطار والحوزيه، واتمنى لهم المزيد من العطاء والنجاح، ومتمنياتي ان تتكرر مثل هذه الانشطه الموازيه حتى تصبح سنه ثقافيه تتكرر كل موسم تكويني، نظرا لاهميتها في التنشيط وفي تكسير الرتابه وفي تجديد الطاقه لدى المتدربين والمتدربات. واشكركم ايضا انتم لمساهمتكم التغطيه الاعلاميه. المتدربين انا قلت المتدربين يعني طاقات حيويه لديهم من المهارات الفنيه ما يمكنهم ان يكونوا ناجحين في المستقبل، وهذا دليل على ان التكوين المهني يكون متدربين في المستوى قادرين على الاندماج في سوق الشغل بسهوله. رضوان فاعل جمعوي، فاعل جمعوي وجديدي اللي كان في صخر بها اول حاجه واخر حاجه. الحمد لله كنا خدنا واحد التحدي مع الطلبه ديال ليستيا، لأن يعني أول تجربة بالنسبة لهم ماشي غير في تنظيم تظاهرة ثقافية ولا رياضية، أنا أول تجربة للاستياء ديال المغرب كله. دونك هما خدوا هذا التحدي، كي خاصهم يفتخروا دابا أنهم دخلوا للتاريخ المغرب من باب الواسع، وهذه مفخرة للمدينة الجديدة قبل ما تكون مفخرة للمغرب. هناك يحصل لي الشرف أنهم أنا جو ليزي أونكادغي، جو ليزي سوتوني، مي ما خيبوش الظن ديالنا، ايزيتي تبارك الله عليهم، ليفينمون سا سي تخي تخي بيان باسي، وهذه غتكون سابقة بالنسبة ليزيستيا ديال المغرب كله، أنهم غيحاولوا يديروا أحسن من التجربة ديال ليزيستيا ديال الجديدة. المهم التاريخ غيبقى يشهد لهم بأنهم كانوا أول استيا في المغرب اللي نظمات ليزولمبياد بهذا الحجم. ونتمنى لهم التوفيق، ونتمنى لهم ان هذا الشيء ما يبقاش محلي ويولي وطني ان شاء الله من بعد، وانهم هما يكونوا السباقين في تنظيم هذه التظاهرات تكون وطنيه، ذات صبغه وطنيه. انا بالنسبه لي داروا الخطوه الاولى، ان شاء الله نتمنى لهم انهم يوصلوا للسومي، و ايزون لي كومبيتونس، ايزون كاع الامكانيات لا البشريه بعد اول حاجه، ونتمنى من بعد تجي امكانيات يعاونهم الادارات ديال التكوين المهني في المغرب انهم يعاونوا هاد الناس، لان moi-même j'étais agréablement surpris de trouver des talents, des qualités à l'adnas et qui ont entre guillemets qui ont choisi Mahgorin, mais alhamdoulilah bino bien nous avons des capacités, bien nous essayons de nous mettre dans des tâches rédigées et culturelles, et que j'insiste toujours sur le parascolaire. Alors le parascolaire, alors qui il forme le manager de demain, le rigel مستقبل ديال المغرب، راه خصهم لا سياسيين ولا رياضيين ولا دي ماناجير يدوزوا من لي زاكتيفيتي باراسكولير، لانهم هما اللي كيعطيوهم يكونوا الشخصيه ديالهم. السلام عليكم، السي محمد امجار، فورماتور اون كوميونيكاسيون ان انستيتيو سبيسياليزي دو تكنولوجي ابليكي المسيره ديال الجديده. بالنسبه لهذه التظاهره كنظن بان اقل ما يمكن ان يقال عنها بانها تظاهره ناجحه. فريمون كان لنا الشرف اننا نكونوا قدام ولاننا نشاهدوا شباب اللي بدعوا، اللي بينوا على علو الكعب ديالهم في مجالات مختلفه، فكاهه، دراما، دي شو كيف ما شفتوا انا وليدات اول مره كنشوفهم واول مره كنسمعهم واول مره كنتصنت لهم. فريمون سيتي اون سوربريز، سيتي اون سوربريز. اون مانك با دو تالون، لا ريسورس اومين ايل لا، تو سكيل مانك جو كوا ا مون افي سي تو سكي اكومبانيمون، اكومبانيمون اي سويفي دي تالون. دونك الحمد لله احنا فرحانين بهاد الوليدات، فرحانين بنجاح برنامج اللي حطيناه واشتغلنا عليه اكثر من ثلاثه الاسابيع، تظاهره رياضيه وثقافيه. كنتمناو ان هذه البادره ولا هذه المبادره ما تكونش هي الاخرى، تكون هي الاولى، وتعطي ان شاء الله واحد يكون ان ديكلونشور، يكون ان ديكليك
pour un avenir meilleur, inshallah, concernant l'activité parascolaire ou bien concernant les activités parascolaires. من هذا المنبر كنبغي نحيي بيان سور كاع الناس اللي كانوا حاضرين معنا اليوم اللي شرفونا بالحضور ديالهم الناس اللي درنا لهم التكريم ديالهم كنبغي نشكر خاصه ثم خاصه لي ستاجير ديال لي 3 établissements de formation professionnelle pour tout ce qu'ils ont fait pour que cet événement puisse avoir lieu maintenant et merci à اشواق اللي يمكن نقول للمتدربين هما انهم كانوا ناجحين تبارك الله عليهم كانوا ناجحين والدليل على ما اقول هو التعامل والتعاطي ديال لو بوبليك معاهم هادو شباب اللي انا كنشوفهم اول مره وكنظن بان واحد المجموعه من الناس اللي كانوا حاضرين معنا كيشوفوهم لاول مره خرجوا ناشطين وفرحانين دونك يافي اون ساتيسفاكسيون يافي اون ساتيسفاكسيون كنشكروا الله عليها افون تو وكنقولوا لهاد الوليدات اليزي ترافايي encore